أصدر وزير المالية عمرو الجرحي قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%. وقال الجرحي إن القرار يستهدف التيسير على المجتمع الاصطناعي والإنتاجي لدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات أيضا. وأشار الجرحي إلى أن القرار يشترط سداد نسبة 5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة.